أيها السادة، مسار إجباري. مسار إجباري يا جماعة، هايل. معانا مسار إجباري النهاردة. أنا أول مرة أسمع الأغنية ديت، أنا حاوي. الأغنية ديت أنتوا لسه منزلينها؟ هل ده ألبوم جديد؟ لا، دي أغنية قديمة جدا. والله أنا اللي جاهل، أنا آسف. من سنتين كده. لا بجد؟ بس أنت ما تقولش على نفسك أنا حاوي وبتاع، عشان ليه؟ أصل هو يعني هي دي موجهة للعالم بتوع تونس والمغرب والجزائر. حاوي عندهم غير حاوي عندنا خالص. ليه حاوي عندهم تبقى عاملة ازاي؟ حاوي عندنا احنا ساحر. تمام. وغالبا بيبقى راجل قوي. تمام.
حيوي عندهم اوه شيمن. شيمن صح. تمام. انا يعني الفرقه بتاعتك على فكره فيها مواهب متعدده. انا اتقال لي ان واحد عندكم امين شرطه. يعني مش امين شرطه، ورائد شرطه الحقيقه. بجد في سلاح ايه؟ كان امن مركزي. كان امن مركزي. هو جاي باليونيفورم بعد ما قصه. طب كويس الحمد لله. طب احكي لنا، هل انتوا عندكم البوم جديد، عندكم ريليز، عندكم اغنيه سنجل هتنزلوها؟ احنا عندنا فيديو كليب هننزله قريب، اللي هي بقيت حاوي. بقيت حاوي نازله امتى؟ ان شاء الله في خلال الاسبوع ده، ان شاء الله على اخر الاسبوع ان شاء الله. وعندنا الالبوم ريليز ان شاء الله برضو في خلال الاسبوع ده. اسمه ايه الالبوم؟ ايه الخبر. ايه الخبر؟ ايه الخبر هو عنوان الاغنيه الجايه لمسار إقبال. مالية الجرايد إعلانات للخريجين والخريجات، أشغال كتير، راتب كبير، حاسب لا يوم عقلك يطير، مطلب خبير يحكي حكايات، أو سمكري بيعرف لغات، يعزف كمان أكورديون، يكسب عشان يفتح صالون، أصل وفهم بالحلاق والحدق والسواق، عشان كده بيعرف يسوق، أصله كان خريج حوم، خريج جديد، فرحان سعيد، والليلة حلوة الليلة عيد، والعيد أكيد محتاج فانوس، ويجيب منين معهوش فلوس، راجل في إيده جوا السفر، والحل ده كان معتبر، سافر عشان عايز يكون، خد دكتوراه غسل الصحون.
كله ايده فوق. شيخ البلد لا في ولد بس الولد ساب البلد والحل ده كان معتبر. اقرا الخبر اقرا الخبر. شيخ البلد خلف ولد بس الولد ساب البلد والحل ده كان معتبر. يقرا الخبر يقرا الخبر. شيخ البلد خلف ولد بس الولد ساب البلد والحل ده كان معتبر. يقرا الخبر يقرا
شكرا يا جماعه، شكرا، الحلقه الجايه ان شاء الله. باي باي.